في سجوات نجمة في مصباح الخير من جديد للناس اللي تسمع فينا الكل، أهلا وسهلا بكل من التحق بنا في الوقاية هذا هذي زوم 73 حتىش النص نهارة. كما العادة دونك كل ثلاث وخميس في الوقاية هذي بوان كونسو نعملو طلة في المارشيات في الأسواق، شنية الأسواق متاع الخضرة والغلة بالتعاون مع منظمة الدفاع عن المستهلك. اليوم معنا سي وحيد خصيبة باش يعطينا فكرة على الأسواق اليوم في سوسة المدينة كيفاش. صباح الخير ومرحبا. ألو، صباح الخير، مرحبا بكم، صباح الخير لكافة السادة المستمعين، صباح الخير لكافة فريق نجمة فام، مرحبا بكم ومرحبا السادة المستمعين كل مرة أخرى. يعيشك، مرحبا بك سي وحيد، عنا مديدة على السويمة متاعك هكا ولا؟ عنا مديدة، وي عنا مديدة، وإن شاء الله اليوم عنا سوام باهية، الصيف جاء إن شاء الله مبروك علينا، ماهوش كما نقولوا الزوالي ينجم ياكل وينجم ياخذ الخضره وياخذ الغله. تقعد لنا ديما المشكله نتاع اللحوم وشويه الحوت غالي شويه، لكن الله غالب يتكلف على الفلاحه ويتكلف على الناس معناها اللي شاد القطاع هذا. اليوم نبدا بالحاجات الباهيه، بالحاجات اللي نجم نحكي ونقولوا الزوالي نجم يقضي ونجم يعمر القفة نتاعو. نبدأ بالبطاطا، البطاطا 700 حتى 6 دينار، البصل 600 حتى 700 مليم، الطماطم من 400 حتى 590 انت وقلتك الكاليبر والكاليتي، ود القمرة 1450، السفنارية 950 حتى 1180، قرع الأحمر 980، عنا الفلفل من دينار حتى دينار و200، وعنا الفلفل الحلو 800 حتى 1100. ما فيما يخص الخضر اللي تقريب احنا نقولوا اللي هي قاعدة في المتناول، وديما ننصحوا السادة المستهلكين اللي يمشوا للمرشي ولا اللي يقضيوا ياخذوا ديما الكونتيتي اللي حاجتهم بها. ما تعرف توا الصيف الخضرة تعدم، حتى تاخذ برشا راهي تعدم وتنقص الجو والبنة نتاعها، دونك احنا ننصحوا ديما المنظمة في السيزون هذه نتاع الصيف سيزون تاعنا ناخذوا على قدر الحاجيات وعلى قدر معناها القضيه اللي تلزم الدار وعلى قدر افراد العائله نتاعنا. نمشيو ديريكت كنت تحب نمشيو للغلال، الغلال تم تحسن شويه في الـ في, الـ في الاسوام، دونك التفاح من 1200 حتى 1380، الخوخ الحلو 1380 حتى 2200، الموز بار كونتر 4700، شد انخفاض الموز كان 5000 و5500، الدلاع 600 حتى 700 من كاليبر باهي الدلاع نتاعنا هذاك الاخضر، العوينه 1300، البطيخ 800، عندنا الدكله زاد 4950، عندنا اللوز 2700. هذا فيما يخص تقريب الغلال اللي متوفره توكا واللي هي طازجه والنجم ونستهلكها بكل امان، وديما كما قلت لك ناخذ كونتيتي صغيره حتى ما الدلاع ما ناخذوش دلاعة كبيره خاطر نحلها نحطها في الفريجيدير تفقدك البنه نتاعها وتفسد ما تقعدش كما قبل كما اول ما شريتها. صحيح، حتى اي حاجه معناها احنا ديما في المنظمه تو عندي اكثر من شهر، واني نقول للساده المستمعين والساده المستهلكين ديما خذوا بشويه، راهو الخضره موجوده، الغله موجوده، متوفر كل شيء، خذ بشويه، اولا صالح لجيبك انت تقعد عندك معناها الفليسات، وزيد اون بليس تاخذ ديما حاجه فريسكا وحاجه جديده. اسمه ترشيد الاستهلاك سي وحيد، هذوما ديزاستيوس. ترشيد الاستهلاك، اي احنا نوصيو به وان شاء الله الناس كل معناها تاخذ على قدر الكميه اللي تحتاجها. خاطر احنا اكل التطيش ولا كي تعدم خضره ولا كي تعدم غله والله كي نلوحها معناها توجعني يعني واحد من الناس معناها علاش؟ فهمت؟ نمشيو للسردينه تاع سوسه. 3000 السردينه ثم برشا انواع راهو باش ما يتخلطش عليها الامور، ثم السردينه معناها تبدا جويده هذيك وهيك ابن وخير، وثم السردينه الكبيره هذيك اللي تبدا هي تبدا عاده اغلى ولكن جويده هي الكافي نتاعها خير. 3000 عندنا سكومبري 8000 الغزال 6500 عندنا بار كونتر تريليا، عندنا تريليا جويده 7000 وعندنا تريليا البحر الحمراء هذيك الباهيه ب 12 دينار. وتوا وقتها تريليا معناها تتشوى وتجي مع شويه فلفل مقلي مع سلاطه. تجي خارق العاده تريليا توا معناها وقتها تعرف انت جويلي عود تريليا والقرنيط يتاكل بالبدا. صحيح. عندنا القاروس المربي الكبير هذاك 16500
وعندنا كلب البحر 20 دينار، عندنا البوغا 4800، شنو اخر تحط ناضيك شيفريت 15800. هذه العاديه شيفريت العاديه العاديه الجويده، اما بنينة، اما اذا تبدا فريشكه ديما ننصحوا الساده اللي يستهلكوا ولا مش ياخذوا المرشي، خاصه الحوت ياخذوا ديما حاجه فريشكه يشوفوا يثبتوا مليح من الثلج اللي يبدا فوق منه الثلج، ديما الثلج والوكل حافظ هذا كان تاع الثلج، ناخذوا ديما الحاجه اللي فيها الثلج والحاجه اللي كانت معناها في المبردات. خلينا نزربوا شويه نمشيو للعلوش بما ان نحضروا توا للعيد الكبير، للعيد الكبير يا سي وحيد. نقول لك للاخر اي ما باش ما يضغطنيش وقت الاخبار وترسينا ما نسمعوا شيء. باهي ان شاء الله مش تشبع بالعلوش وتاكل حتى تشبع ان شاء الله. عندنا سكالوب قداش نلف الدجاج 250 بخاف الدجاج 4900، العظم الحاره ما بين 700 و900 انت والكاليبر، ثم الحمراء وثم الصفراء، وعندنا في هذا سر الدجاج ب 11 دينار. باهي نمشيو للعلوش اللي انت تحب على العلوش، العلوش البلدي اللي نتاعنا 23 دينار. باهي 21 دينار. الدوارة 30 دينار كان تعرف طيب الدوارة، والهرقمة 10000، الراس 12000. هو تو الدوارة والهرقمة والراس يقل الاستهلاك عليهم خاطر ما تعرف بيان سور العيد قريب سي وحيد. اي والكبدة بقري 30 دينار وكبدة علوش 32 دينار الكيلو. بمناسبة العيد تعرف انت تو المستهلكين الكل تلقاهم هكا ينفروا شويه من اللحم ومن اللحوم في الاسبوعين هذوما. مش ينفروا هما يلموا شويه باش ينجموا يوصلوا للعيد. فوالا هما يبداوا يصبروا في رواحهم حتى يجي العيد ياخذوا العلوش اكثر الناس، والحمد لله معنا اكثر الناس ياخذوا العلوش كصغير ولا كبير ولا كذا باش يعمل لك اللمه، يعمل لك الفرحه هذيك في وسط العائله ويناديوا الناس. ما تعرف مازالت العادات هذه موجوده والحمد لله. الحمد لله يا رب. كل الحمد لله مازال في تونس نحتفلوا برشا بالعلوش ونعملوا له ميزانيه ونخبيوا الفلوسات باش نشريوه. ان شاء الله يا ربي عيدنا وعيدكم مبروك سي وحيد. على سواه معيشك. لا احنا مو المنظمه نبداو نخدموا ليلة العيد، نبداو نخدموا حتى من قبل بشهر. سي وحيد مالا المداخلة إن شاء الله نهار الخميس باش تكون على الأسوام نتاع الأضاحي، إيش قولك؟ نعطيك الأسوام ونعطيك الأنواع ونعطيك منين العلاش ونعطيك منين نشريو وكيفاش نشريو. مش تشري إن شاء الله من مساكن. شكرا لك سي وحيد يعطيك الصحة، إن شاء الله نهارك زين، تحية ليك. هذه فكرة على الأسوام الخضراء والغلة اليوم في سوسة المدينة، خليكم معنا ديما برونشي حتى نص نهار.